وفي إطار زيارة سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين، قام الوفد بزيارة عدد من المشاريع الممولة من قبل الصندوق ضمن برنامج التنمية الخليجي. وبهذه المناسبة أشاد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاريع التي تدفع عجلة التنمية في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذا الدعم يدل على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، معربا عن تقديره لجهود القائمين على الصندوق السعودي للتنمية. وخلال الزيارة أيضا استعرض سعادة الوزير مع الوفد أحد أبرز المشاريع التي نفذت بتمويل من الصندوق، وهو مشروع مركز الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى بالرفاع. من جهته أعرب سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن سعادته بزيارة وفد الصندوق السعودي للتنمية، مشيدا بعلاقة التعاون المميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية ساهم في تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع مدينة خليفة، والتي يبلغ عددها 1550 وحدة سكنية متضمنة أعمال البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ 1261 وحدة سكنية في مشروع ضاحية الرمل. ضمن برنامج التنمية الخليجي وتجسيداً للعلاقات المتجذرة في عمق التاريخ بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، شهدت محافظات البحرين عدة مشاريع بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية تنوعت بين السكني والصحي ومشاريع الطرق، وذلك مواصلة للتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين من أجل تحقيق الهدف المنشود منها، وهو الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات التي تقدمها الحكومة والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين. من أبرز هذه المشاريع مشروع ضاحية الرملي السكني الذي يقع وسط مملكة البحرين بالقرب من منطقتي سلماباد وعالي على مساحة تبلغ 100 هكتار ويوفر 4500 وحدة سكنية. هذا المشروع يشمل على 1261 وحدة سكنية بالإضافة إلى 3200 شقة. الوحدات السكنية أو البيوت تم تنفيذها على هيئة أحياء سكنية، كل حي يشمل على خدمات الحي في منطقة المتوسطة، واللي تشمل المسجد المحلي بالإضافة إلى المحلات الصغيرة وحديقة حق الأطفال في المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية في اللي تخدم كل المشروع مثل المجمع التجاري، المدارس وغيرها من الخدمات اللي تحتاجها المشاريع الإسكانية. وإلى مشاريع الطرق التي مولت من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والتي من بينها مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان تقاطع سار، الذي تم افتتاحه أمام الحركة المرورية في ديسمبر عام 2020، ويعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، حيث تضمن إنشاء جسر علوي جديد ذي مسارين بطول 800 متر، وذلك لنقل الحركة المرورية بشكل حر دون توقف، مع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الاتجاهين إلى 5 مسارات. ومن ضمن مشاريع الطرق يأتي مشروع تطوير شارع الفاتح، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية التي تدعم المسيرة التنموية وتسهم في تطوير شبكة الطرق في المملكة، حيث يعتبر شارع الفاتح الشريان الرئيس للطرق من شمال إلى جنوب المملكة، ويبلغ طول الطريق حوالي 7 كيلومترات ويقع في محافظة العاصمة. شارع الفاتح يعتبر الشريان الرئيسي ناقل الحركة المرورية لمنطقة شرق العاصمة المنامة، وهي جزء من مشروع أكبر، لا وهو طبعا شارع المنامة الدائري الذي يهدف إلى خلق حركة مرورية حرة بدون توقف في العاصمة.
المشاريع الصحية أيضاً كان لها نصيب من تمويل الصندوق السعودي للتنمية، حيث يأتي مشروع مركز الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة لرعاية مرضى غسيل الكلى في منطقة الرفاع شاهداً على ذلك الدعم الأخوي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 21 مليون دولار أمريكي، ويتكون المبنى الرئيسي للمركز من طابقين بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريراً، ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، بالإضافة إلى تقليل حالات الانتظار للمرضى ورفع كفاءة الرعاية الصحية في هذا المجال.